لازم السلامة. الرئيس الرئيس خدمنا عليه سيتي البروميير اوبجيكتيف تاعنا هاد لا سيزون ابري عندنا بيان سور لوبجيكتيف ناسيونال اللي هي شامبيونا دالجيري ولا كوب دالجيري مي بيسكون اتان هاد لو بروميير اوبجيكتيف تاعنا البروميير تيتر لا كاتيجوري تاعنا في سينيور سورتو النادي الابيار دوكا نحوسوا على شامبيونا دافريك دي كلوب ان شاء الله يكون ان بوديوم سورتو حتكون في الجزائر تما تكون اون بون بريستاسيون ان شاء الله C'était difficile, bien sûr, surtout au système de match, chaque deux jours un match et tout, c'était très intense. Mais alhamdoulilah, on s'est donné à fond. On a eu un bon, on a eu plusieurs filles qui ont de la valeur sur le terrain. Elles ont apporté beaucoup de plus, même les recrutements de cette année, alhamdoulilah, il était très bien. بون السلام عليكم شكرا على الاستقبال هذا فرحتونا كما حنايا فرحناكم الحمد لله جبنا التيتل هذا اللي كان من لي زوبجيكتيف تاعنا من اول عام كما نقولوا انا بيان بريباري بوغ سيت كوب داراب والحمد لله تعبنا بزاف تعبنا وكما نقولوا واجهنا دي زيكيب اللي هو كما على سبيل المثال كلوب افريكا هو اللي كان ديما يدي هذا التيتل الحمد لله كما نقولوا ديناها من عنده فرق كيما سات بالذكاء والحمد لله اوني فيير وهاد لاكوب راهي ليبيير ولالجيري وان شاء الله نكملوا هكا باش نزيدوا نشرفوا بلادنا اكثر واكثر ان شاء الله. السلام عليكم بالنسبه للتتويج تاعنا اليوم بهاد الكاس هذه العربيه لاول مره للنادي الابيار نظن احنا رحنا لتونس باش ناخذوا اون ريفونش على 2021 وين خسرنا في النهائي الحمد لله البارح فزنا بكل جداره وين فزنا في الاراضي التونسيه بلار اي لا مانيير كما يقول السيطره بطول الارض بالنسبه للنادي الابيار خلال هذه المباراه لا الحمد لله الحمد لله المباريات كلها تجوزناها باريحيه وين اول شيء ريحنا اللعبات في اخر المباراه حطينا كل شيء واللعبات كانوا بطلات وانا نشكرهم على هذه البطولات هذه. والله هذا الكاس حنا رانا نجرو موراها منذ حوالي دو تروازون رانا نخدموا عليها ونبنيو حاولنا نبنيو فريق والحمد لله بنيناه. هذه الكاس ما كانت سهله تجيبها من تونس في النهائي ضد فريق تونسي من الجمهور تاعو فريق قوي فريق الكلوب افريكا. الحمد لله الجهود تاع الطاقم الفني واللاعبات ما راحش خساره. وكانوا في احسن لياقه في النهائي ماكو شفتوا مباراه فزنا بفارق كبير والحمد لله الكاس جات للجزائر. الجزائر توب كان خير على نادي البيار. الحمد لله الجزائر توب الحمد لله انتصار ما وراء انتصار ان شاء الله الباقي مازال جاي القدام ان شاء الله. ها يا شيخ. جزائر توب أول قناة إلكترونية في الجزائر.